بص يا جدعان، حاجة مهمة جدا جدا جدا، ويا ريت محدش يقلب، لأن اللي أنا هقوله لك مهم جدا، وده أقل حاجة ممكن نعملها لفلسطين. هطلب من كل واحد بس يمسك تليفونه وهوريك يعمل ايه بس على تليفونه، عشان أنا شفت الحوار ده اتضايقت جدا جدا جدا. خليك معايا بقى وشوف هعمل ايه في التليفون وكله يبقى معايا. تيجوا تفتحوا أي متصفح، وهنكتب في المتصفح ده هنكتب القدس زي ما انتوا معايا كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده. هنكتب القدس وهنعمل بحث. هنيجي على القدس هنلاقي، بص بس خلي بالك من الحته دي، القدس عاصمتها هي اسرائيل. هندخل على الثلاث نقط دول، تمام، وهنعمل ايه؟ ارسال ملاحظات. هنيجي ندوس على القدس عاصمتها اسرائيل، هندوس عليها تاني زي ما انتوا شايفين كده. هندخل بقى على ايه؟ محتوى غير دقيق. هندوس على محتوى غير دقيق. هنكتب هنا القدس عاصمة فلسطين. طبعا انتوا عارفين ده كله عشان نغير اللي حصل ده، زي ما احنا عملنا في حوار محمد عبد المنعم في الاستاد في المغرب، نقدر نعمله هنا برضو على فلسطين. وهنعمل ارسال، نطلب من كل واحد عنده تليفون يعمل الحركة دي عشان نغير الحتة اللي هم عاملينها دي، اللي هي قدس عاصمتها اسرائيل.